بالأهمية بالمكان وبالموقف الحرجي مما يستدعي الأساتذة الكرام من عملاء الكلية من أكاديميين من خبراء ومسؤولين أن يتشاركوا بمكاشفة وبوضوح الإشكالات الحقيقية المرتبطة بهذه العلاقة وهذا السؤال النموذج التنموي في علاقته مع الجهوية المتقدمة ليس باعتبارها تدبيرا إداريا وترابيا كما جاء في خطاب صاحب الجلالة وإنما باعتبارها محورا للنموذج التنموي الجديد. أكيد أخي أجدوني في البداية لابد لي أن أشكر وأنا أقف باستحياء أمام أستاذي الدكتور محمد يحيى وأستاذي الدكتور محمد العمراني الخبزة وقد درسوا سنوات أو بضع سنوات قليلة في كلية الحقوق بمدينة تطوان فالشكر لهم موصول لكل أساتذتنا الأعزاء. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية اليوم من بين هذه الإشكاليات التي تتناسل حول طبيعة العلاقة ما بين النموذج التنموي والجهوية المتقدمة هذه رسم وفهم طبيعته العلاقة. النموذج التنموي بما هو خلق للثروة في بلد معين وتوزيع عادل لهذه الثروة بمعنى أن هناك شق يحددها الدستور كاختصاص وصلاحيات للمؤسسة الملكية أم هي آلية للتنزيل فقط لسياسات عمومية لها بعد استراتيجي. اليوم الجهوية المتقدمة بكل مؤسساتها المختلفة الثلاث مجلس الجهوية ومجلس العشرات التي تم ذكرها تجيب فقط عن الخصائص وعن المطالب اليومية للإنسان المواطن المغربي. مجموعة من المؤشرات تدل على أننا ما زلنا في التدريب اليومي للعديد من القطاعات ومن الخدمات العمومية. بمعنى آخر ما مآل هذه الجهة هذا النموذج التنموي في تصوره وفي آليات تنزيله على أرض الواقع. أكيد اليوم ينبني الأمر ويرتكز وينطلق من بناء تصور هذا النموذج التنموي. لكن لما نتحدث عن احتياجات معينة أكيد قبله يجب أن نتساءل عن فلسفة هذا النموذج التنموي. ما هي الفلسفة التي يقوم عليها النموذج التنموي؟ لتشريح هذه النقاط سوف يقوم الأساتذة الكرام عمداء الكلية الأستاذ الدكتور العمراني أبو خمسة عميد كلية الحقوق بمدينة تطوان الأستاذ عبد الغني وعياد عميد كلية الحقوق بمدينة مكناس الأستاذ عبد الواحد الخمال أستاذ بكلية المتعددة التخصصات بمدينة العرائش الأستاذة الفاضلة الدكتورة حسناء كوجي أستاذة جامعية ومنسقة ماستر القانون والسياسة البيئية وكذلك عضوة المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات والأستاذ نجيب عفوا عبد سعيد خيرون لا أنسى نائب رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة والأستاذ الدكتور عبد الحميد أدمينو أستاذ الجامعي ورئيس شعبة القانون العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.